ننتقل الآن إلى ألمانيا، حيث هز انفجار هائل مجمعا للكيميائيات بمدينة ليفركوزن الألمانية، مما أدى إلى تشكيل سحابة سوداء في الهواء وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص، وتم نشر رجال الإطفاء عبر عربات الكشف عن التلوث. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث أن الانفجار يشكل تهديدا خطيرا، كما طلب من السكان البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب.